السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بكم طلابي، طلاب الصف الأول الابتدائي في مادة اللغة العربية. سبق تحدثنا عن حرف الخاء وعرفنا صوت حرف الخاء. هنتعرف دلوقتي على صوت حرف الخاء الممدود، وهنعرف إزاي بيجي ممدود، والكلمات اللي فيها مد وحرف الممدود هو حرف الخاء. نقرأ مع بعض: خ خ فيها مد بإيه؟ بالألف. برافو. وإحنا قلنا إن المد بالألف ما بيكونش عليه همزة، ما بيكونش عليه أي حركة، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا سكون، وبيجي بعد حروف الفتحة، بيحب حروف الفتحة. نقرأ مع بعض: خالد خالد خالد. نقطعها حللها مقاطع صوتية: خ لي دن خ لي دن. فيها كم صوت؟ ثلاثة أصوات: خ لي دن. يبقى كلمة خالد فيها مد بالألف، والحرف الممدود هو حرف الخاء. كلمة خو فو خو فو، رد خلفي: خو فو خو فو. هنا في من بالواو، والحرف الممدود هو حرف الخاء، وقلنا ان المد بالواو ما بيكونش عليه اي حركات، وبيجي بعد حروف الضمة، يعني أي حرف عليه ضمة، لأن الضمة هي الصوت اللي قريب للواو. نيجي نمد حرف الخاء اللي عليه ضمة: خو فو خو فو خو فو. يبقى في هنا مد بإيه؟ بالواو. الحرف الممدود هو حرف الخاء. تمام. خي خي فيها مد بالياء. كلنا عرفنا ان دي حركة ايه؟ طويلة. لكن الخاء لوحدها تحتها كسرة تبقى حركة قصيرة، لكن بعديها مد بالياء، مد بالواو، مد بالالف، تبقى حركة ايه؟ طويلة. لكن لو هي عليها فتحة او عليها ضمة او تحتها كسرة تبقى حركة قصيرة. نقرأ مع بعض: نا خي لون نا خي لون نخيل نخيل. أحسن. خالد خوف نخيل. يبقى احنا عرفنا ان حروف المد ثلاثة: ألف واو ياء، وتعرفنا على حرف الخاء بالثلاث أصوات: مد بالألف والمد بالواو والمد بالياء. وعرفنا الكلمات خالد خوف نخيل. عرفنا ان كلمه خالد فيها مد بالالف. احسن. كلمه خوف فيها مد بالواو. برافو. والحرف الممدود هو حرف الايه؟ الخاء. احسن. طب كلمه نخيل فيها مد بالياء. احسن. والحرف الممدود هو حرف الخاء. أحسن. نحل مع بعض تدريب صغير على حرف الخاء الممدود. خالد، حدد حرف المد والحرف الممدود. أول كلمة كلمة خالد فيها مد بإيه؟ أحسنت، بالألف. والحرف الممدود اللي هو بيسبق حرف المد، والحرف الممدود يسبق حرف المد، وهنا حرف الممدود حرف ايه؟ حرف الخاء. يبقى الحرف الممدود هو حرف الخاء. كلمة نخيل نخيل فيها مد، احسنت، بالياء، والحرف الممدود هو حرف الخاء. كلمة خوفو خوفو فيها مد بالواو. برافو. والحرف الممدود هنا هو حرف الايه؟ الخاء. هكذا قد استمتعنا
بدرس حرف الخاء الممدود، وعرفنا الكلمات التي بها مد بالألف، والكلمة التي بها مد بالياء، والكلمة التي بها مد بالواو. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.